اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير من برنامج الترند، وانا هستعرض فيه اللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره. البدايه من ملعب القاهره 24، مصدر للقاهره 24، الاهلي سدد 40,000 دولار قيمه استقدام طاقم تحكيم اجنبي لمباراه القمه، وليس 70,000 دولار، ولن يستردها حال انسحاب الزمالك. وده اللي كنت بقوله لحضراتكم من شويه، فكره الاهلي دفع 70,000 عشان ماتش الزمالك، الكلام ده مش حقيقي. ممكن يكون الاهلي دفع 80 90 اكتر عشان الماتشات اللي جايه كلها، ولكن مش ماتش الزمالك، وده رقم او تاكيد من مصدر للقاهره 24. طب حساب اليوم السابع بيتكلموا على ان كولر بيعيد القوه الضربه للاهلي امام الزمالك في قمه الدوري، بمعنى عندك غيابات كانت موجوده في الماتشات اللي فاتت، يعني الشناوي ومنعم ومروان عطيه ما كانوش موجودين في ماتش الداخليه. كولر هيستعيد هؤلاء اللاعبين او هيسجل هؤلاء اللاعبين في قائمه الفريق لماتش بكره. كمان احمد عبد القادر ممكن يتواجد بشكل اساسي، عمرو السوليه ممكن يقرب بشكل اساسي، عمر كمال مش موجود، فهاني ممكن يبدا في المركز الظهير الايمن. في عندك امكانيه تلعب، يعني عمر مش موجود، ممكن تلعب بكوكا باك ليفت ولا لا، عندك كريم فؤاد ممكن يلعب نص ملعب، عندك خيارات عديده بوجود كذا لاعب في اكتر من مركز، ولكن التاكيد ان القوه الضربه للفريق هتكون موجوده في مباراه بكره باذن الله. طيب نروح لحساب رابطه الانديه، وبيتكلموا على ان تاريخ كبير للدربي الاعرق. إليكم إحصائيات ديربي القاهرة في الدوري المصري. إخبرنا بمباراة لا تنساها. طبعا أنت بتتكلم على 127 مباراة ما بين الفريقين في الدوري. الأهلي كسب 49 والزمالك كسب 28 وحصل تعادل في 50 مباراة. ده عدد المباريات ما بين الفريقين، والأهلي كسب كام والزمالك كسب كام. أنت بتتكلم يعني الأهلي بيقترب أن يضاعف رقم الفوز على الزمالك، اذا 28 فالاهلي لو ضاعف الرقم يبقى 56، دلوقتي الاهلي 49، بكره باذن الله المباراه ممكن تكون ال 50، بخلاف ان في 50 مباراه كان فيها تعادل ما بين الفريقين. الاهلي سجل في الزمالك 167 هدف في الدوري، دي مباراه الدوري بس، والزمالك سجل في الاهلي 110 هدف، طبعا فريق كبير جدا في الارقام كله لصالح النادي الاهلي. طب اليوم السبب بيتكلموا على ان في خطوه من كولر بسبب ازمه مباراه القمه، ايه هي الخطوه؟ ان كولر خلاص ماتش القمه خلال ساعات هيبدا يفكر في المباراه اللي بعدها، فهيعمل رحله استكشاف لفريق فاركو بمشاهده مبارياته المحليه الاخيره. طبعا هو الكلام ده تحسبا لان المنافس اللي جاي ممكن يكون فاركو مش الزمالك لو الزمالك ما لعبش بكره. يعني ما فيش حد بيحسبها كده، يعني ما فيش حد بيحسبها بالشكل ده. النهارده راجل بيتضرب عشان ماتش الزمالك، عامل خطه عشان ماتش الزمالك، هيدخل معسكر عشان ماتش الزمالك، بكره هيستعد عشان ماتش الزمالك، هيروح الملعب. الزمالك جه اهلا وسهلا، الزمالك انسحب وما جاش، بعد الانسحاب الرسمي ده واحتساب المباراه 3 نقاط هبدا افكر بقى الماتش فاركو، ولكن من الليله دي هفكر في ماتش فاركو؟ انا بقول لكم الكلام ده مش حقيقي. طيب نروح اللي بعديه، حساب المصري الرياضي، فرمان جديد من الكابتن محمود الخطيب يحسم مصير علي معلول في الاهلي. كلام على فكره ان سيتم التجديد لمعلول بغض النظر عن موعد عودته، وان الكابتن الخطيب طبقا لمصادر المصري الرياضي قالوا ان الكابتن بلغ شركه الكوره ان ملف علي معلول معايا، هجدد له وانا اللي هتفق معاه على التفاصيل. يلا طيب نستنى نشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، لكن باذن الله مفيش مشاكل في هذه الملفات، وهتسمعوا اخبار باذن الله جيده في الفتره اللي جايه. الوطن الرياضي، الاهلي يرفض طلب كولر بسبب الصفقات الجديده. ده الناس بتتكلم بقى دلوقتي على ان كانوتيه معروض من كولر، والاهلي رافض تواجد كانوتيه ومش عايزين يجربوا نفس تجربه ويكرروا نفس تجربه مودست. هو في وقت لمناقشه الكلام ده دلوقتي؟ اخر اجتماع لمناقشه الكلام ده كان قبل استئناف الاهلي للدوري، الفتره دي ما فيش اجتماعات، فبالتالي الكلام ده دلوقتي حاليا ليس على طاوله الاجتماعات. وقلت لكم قبل كده خريطه الصفقات هتشهد اختلاف كبير عن اللي بتقروه وبتسمعوه وبتشوفوه اخر شهرين في البرامج وفي السوشيال ميديا وعبر حتى اليوتيوب. ملعب القاهره 24 بيقول ان في عرض سعودي لبيرسي تاو بمليوني دولار عن طريق زوجة موسيماني. طبعا هي زوجة بيتسو موسيماني عندها شركة تسويق، ولكن فكرة ان هي جايبة عرض سعودي لبيرسي تاو الكلام ده مش مؤكد، والاهلي لم يعلن ان في عرض رسمي تلقاه بيرسي تاو، زي ما كان بيتقال دايما ان في عرض لبيرسي تاو من كايزر تشيفز. مرت الايام وحضرتك تأكدتم ان مفيش عرض رسمي من كايزر تشيفز للتعاقد مع بيرسي تاو، ولكن هل هيبقى في عرض سعودي؟ الله اعلم. هل القيمة المالية ممكن تكون مليوني دولار؟ أعتقد الأهلي لو جاي عرض البيرسي تاو هيتكلم في أرقام أعلى من كده، مش مليوني دولار أو 2 مليون دولار زي ما اتكتب في بعض المصادر. كرة بلس النهاردة نقل تصريح لمحمد شريف مهاجم منتخبنا الوطني والخليج السعودي،
واللي قال فيها الكلام سبق كولر قاله قبل كده. قال كولر تمسك ببقائي في الأهلي، وأنا فاكر كولر في إحدى حواراته الصحفية قال الكلام ده، قال أنا ما وافقتش على رحيل أو ما طلبتش رحيل محمد شريف. محمد شريف جاله عرض، قعد معانا، قال أنا عايز أخوض التجربة، عايز ألعب، فكرة إن أنا ما بشاركش بشكل أساسي دي مش مريحاني. فكولر ما كانش قادر يقف قدام رغبة شريف، فعشان كده شريف النهاردة طالع يأكد كلام كولر وقال فعلا كولر تمسك ببقايا، ولكن أنا كنت عايز أخوض تجربة جديدة وعايز ألعب بشكل أساسي. ده ترند الأهلي. نروح للترند المحلي والكلام اللي بيثار في الساحة دلوقتي بقى، كلام كتير واجتماعات ورابطة الأندية والكلام ده. حساب بطولات بيقوله أحمد دياب بيقول سيكون هناك شكل جديد للمنظومة التحكيمية والمسابقات في الموسم المقبل، ولا داعي للكلام الذي يتردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي. هو بغض النظر عن التصريح، السنة الجاية لازم وجوه جديدة، مسابقات مختلفة، نظام جديد، تعيينات جديدة، إدارة مختلفة، حكام مختلفة، لجنة تحكيم بروفيشنال بجد. يعني بغض النظر عن صحة التصريح أو عدم صحته، هي السنة الجاية لازم تنسف حمامك القديم. يعني ما ينفعش بصراحة اللي احنا شايفينه الفترة حاليا نستمر بيه في نفس الشكل.